لذلك لا تقلقون ولا تشلون هم الناس وش يقولون فيني، ترى والله ما جابوا خبركم. عيش حياتك كما أنت، لا تحاول تتلبس بلباس غيرك. طيب إذا حصلت بينك وبين الآخرين، الآخرين زوجة، ابن عم، صديق، قريب، زميل، جار، إذا حصلت بينك وبينه مشكلة سامحه، مهوب لأنه يستاهل، سامحه مهوب لأنه يستاهل، لأني أنا أستاهل أني أعيش مرتاح بدون هم. سامح الآخرين مهوب لأنهم يستاهلون، لأني أنا أستاهل أني أعيش مرتاح. 90% من إحساسك بالسعادة يرجع إلى أسلوبك في الحياة، في تقبل المواقف، في الصراعات، في التوتر، في تقبل حياتك، في تقبل واقعك. 10% يعتمد على الظروف اللي مالك يد فيها، 10% فقط، 90% عليك أنت. 91% مما نخشى حدوثه لا يحدث، 91%. مو بالحين الواحد إذا تأخر ولده ما جاء للبيت يقول بيجي، ولا يقول حادث، مسجون، مضاربة، مقتول، صح؟ دائما، ولا تلقى يجيك مثل الداخل عليه ما في إلا العافية، صح؟ فواحد وتسعين في المية من الأشياء السلبية اللي نتوقع أنها بتصير تراها ما تصير، فتفائل واستمتع. طبعا الأصدقاء عنصر من عناصر بناء السعادة للإنسان، والإنسان الذي لديه شبكة أوسع من الأصدقاء هذا يعيش أسعد وفي عمر أطول من اللي ما عنده أصدقاء. حتى أنهم سووا دراسة، قرأتها، دراسة بريطانية، اجمعوا لهم 100 رجل عندهم علاقات أصدقاء واسعة وعلاقة ما فيها نزاع، ترى بعض الناس عندها أصدقاء بس مطاق مع نصهم، هذه علاقات تسبب لك نقص في العمر وفي السعادة. اجمعوا 100 رجل وامرأة ومئة رجل وامرأة، هذولا ينعمون بعلاقات اجتماعية فاخرة جدا وجميلة وطيبة ومزح وضحك، وهذولا علاقات اجتماعية محدودة جدا. مثل صديق لي أعرفه، أنا عنده صديق واحد في الحياة، تخيلوا إذا طلع يطلع يوم الجمعة بس، يوم الجمعة مع هالصديق وباقي الأسبوع ما عندها أحد. طبعا هذا نموذج غير جيد أصلا للصحة وللسعادة. فالعلاقات الاجتماعية الطيبة تحسن السعادة وتطيل العمر وتحسن الصحة. جالس الإيجابيين، إذا عندك أصدقاء شكائين، نقادين، ساخطين، تخلص منهم، لا تجلس معه، لو يدورك اعتذر حتى لو أنك فاضي، ابحث عن الإيجابي الذي يصنع لك الأمل. من الأشياء الممتازة للسعادة الفضفضة، لا تجعل الألم كالجمرة يأكلك من داخل، طلعه، سولف. وقلنا أنك تسولف المين أحسن شيء. كن شجاعا في تقبل الأحداث، شفت كل المواقف التي تمر بك أوجد لها معنى. أنا قريت جملة رائعة جدا، عندما يوجد الإنسان للمعاناة معنى تنتهي المعاناة. وش معنى المعاناة معنى؟ عندما يطيح مريض لا يقعد يقول يا الله أنا مريض أنا، لا، أوجد معنى إيجابي للمرض. خلونا نفكر الحين، وش المعنى الإيجابي للمرض؟ تكفير، خلاص، ممتاز. لما تعرف أنه في شيء إيجابي في المصيبة ركز عليه فتنتهي المصيبة. حتى لو عندك ولد رسب في المدرسة وعاد تقول يا أخي، لا لا لا، دور معنى إيجابي. خلونا ندور معنى إيجابي أن الولد عاد السنة، شو المعنى الإيجابي؟ زيادة خبرة، يتعلم من الدرس، له معنى. أي شيء يمر بك لا تغرق نفسك في دائرة المعنى السلبي، أوجد معنى إيجابي للحدث واستمتع به. لكن عموما الأثرياء أسعد من غير الأثرياء، إذا ما تصنع السعادة. إيه. فالدراسات وش تقول؟ لم أقرأ وأنا أحضر لهذا الموضوع، في كل ما قرأت وبحثت فيه دراسة واحدة تقول أن الثري أسعد من غير الثري، ولا دراسة. بل إن أفضل ما طلعته الدراسات أن الثروة والمال مؤثرة في السعادة بنسبة تدرون كم؟ 0.1، مو 1%، ولو 0.1، يعني لا يعد لها ذاك التأثير الكبير. فالمال لا يجعل الناس سعداء. توقف عن المقارنة. تدرون وش اللي يدمر سعادة الإنسان؟ لما يقارن نفسه بالآخرين. والمقارنة دائما ظالمة، تدرون ليه؟ ليش؟
لأن الإنسان دائما يقارن أسوأ ما عنده بأفضل ما عند غيره. حنا متى نقارن؟ في لحظات السعادة ولا لما ننكسر؟ جاوبوني، لما ننكسر نقول يا حظ فلان والله عنده كذا. المقارنة في لحظات الانكسار ظلم لنفسك لأنها غير عادلة، ولذلك توقف عن المقارنة. ارضى عن حياتك، شكلك، عملك، أسرتك، ترى هي، أقنع نفسك أن اللي أنا فيه هو أفضل شيء. ركز على ما تملك، على النعم اللي عندك، لا على ما تفقد. ترى النعم اللي أنتم فيها اليوم، ترى كلكم يلي هنا، ترى كل واحد منكم عنده نعمة لا تقدر بثمن. أحد منكم جاي على كرسي؟ أحد منكم جاي اثنين شايلينه؟ تراك في نعمة، لا تظن النعمة هذه أنها واجبة من الله، واجب أن تقول والله حقي على الله أنه يعطينا النعمة. لا، مو بحق الله، معطيك إياها هدية. إذا قدر هذه الهدية واستمتع بها. ركز على ما تملك وليس على ما تفقد. وأعظم شيء أعطاناه النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع التفاؤل، يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. بالله ما أحد منكم سأل نفسه أغرسها لمين؟ قامت الساعة. لكن الرسول يبغى يقول لك مهما كانت سوداوية الموقف اللي أنت فيه لا تنهار، ترى بعده سعادة، تفاءل. طيب، بعض الناس يقلق على الأحداث السياسية والاقتصادية، مالك شغل في هذا، عش حياتك وأد الدور المطلوب منك في الحياة، إلا إن كانك وزير خارجية أو وزير اقتصاد، لا والله شلهم. أما إذا ما أنت بوزير اقتصادية، وزير اقتصاد ولا وزير خارجية، يا أخي ترى في واحد موظفته الدولة يقوم بهذا الموضوع، فأنت عش حياتك واترك الأدوار الأخرى يقوم بها المسؤولين عنها.